عليكم ورحمة الله أيها الإخوة الكرام والمشاهدين فضلاء. نحن الحين عند حي يسمى كديمني عند شيخنا أستاذ المدرسة الذي كان يسكن في البيت الذي لا يساوي حياة للإنسان. وهذا البيت الذي كان يسكن الشيخ هذا الذي تراه هذا البيت ليس بيت ماله، هو بيت استعمر على وقت محدد وهي خربان لا يستطيع الحياة، وحينما ينزل المطر ولا يستطيع النوم فيها، وصاحب البيت نفسه يريد بيته الحين. فلذلك طلبنا عند إخوة المسلمين أن يساعد أستاذ المدرسة، حياة يسمى مدرسته حياة للأطفال، مدرسة للقرآن. وإن شاء الله إذا فتحنا المدرسة، إذا فتح الدولة المدرسة إن شاء الله سنراهم أطفال يقرؤون في هذه المدرسة. طيب، الذين جاءوا لمساعدة الشيخ في بلدان مختلفة الذي نحن ما نعرفه والذي نعرفه، الحمد لله شفتم العمل الحين يستمر، وهذا هو أول البناء. نبدأ في أول البناء للبيت لهذا البيت للشيخ أستاذ المدرسة، وأنا ما أدري اسمه، ولكن لا بأس بها، والحمد لله العمل يستمر، ومهندسون يقولون إن شاء الله سينتهي على وقت جيد بدون تأخر يعني. والحين نبدأ هذه أول البناء، ثم إن شاء الله سنستمر في بناء الأخرى، وسيأتي الأحجار كذلك، والتراب قد دفعنا المبلغ، ننتظر حتى يأتي التراب، وإن شاء الله بإذن الله حينما وصلنا في أي حال الذي وصلنا نحن إن شاء الله سنخبركم، وسنأخذ الفيديو هذا لكي تراهم إن شاء الله. وما زلنا نحتاج المساعدة عند الشيخ، لأن هذا البناء يكون صعبة في هذه الأيام، الأشياء السعر عالية، فلذلك ما زلنا نحتاج إلى المساعدة حتى يستقيم البيت ويسكن أستاذ المدرسة وإخواننا في الدين في البيت الذي إن شاء الله سيسكن مع أهلي. والحمد لله نشكركم على مساعدتكم ونشكركم على إيمانكم، ولا تنسوا أن هذا إن شاء الله بنية الإخلاص ستجدون عند ميزانكم يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء يوم القيامة سيكون تحت ظل صدقته، ويقول تبارك وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفر الله. ونستغفر الله على كل شيء وعلى كل خطايانا، وإن شاء الله نسأل الله أن يفتح عليكم ويسهل أموركم وأن يزيدكم بركة والخير إن شاء الله في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.